طيب رسائل كثيره جدا جايه لنا وكلها ضد منتصر الرفاعي كلها بلا استثناء. انت فوق بوت لو سمحت الوقت الذي هو متبقي دعني اقول ان شكلي مش كويس. يعني واحد بعت لي قال انت اثبتت انك كرومبا رسمي. وانت لما تدينا لو سمحت تدينا فرصه نتكلم النهارده لو شكلك مش كويس. لا لو سمحت انت بتقاطع الضيوف. أنا؟ لو تكرم انا بس عايز بس اقول معلومه جات لي ان الكابتن حسين السيد متبرع بمليون دولار ديون للزمالك يعني دين على الزمالك وتسدد بالدولار. بعتذر انا قلت بتسدد بالمصري جاءني معلومه من نادي الزمالك يعني انها تسدد بالمصري. دي حاجه. الحاجه الثانيه بالدولار قصدك؟ بالدولار انا قلت بالمصري بعتذر هي بالدولار. الحاجه الثانيه ان الزميل محمد ابو علي وعيب يا محمد تقول احد الاعلاميين قول عبد الناصر زيدان لان انا استاذك. يعني انت بتقول ان انا جملت الاستاذ احمد سالم لما قلت ما فيش محاضر وطالع دلوقتي بتقول رقم المحضر. لما تيجي تتكلم قول استاذي عبد الناصر زيدان قال وانا بصحح له في محضر ورقم المحضر صح. اطلع اقول لك انا اسف اذا كان ما عنديش رقم المحضر وانا قلت ما تعملش حاجه لاني قلت حاجه. قلت كتب الاعلام ان في محضر اتعمل ضد الاعلامي الاستاذ احمد سالم فيما يخص تصريحاته الاوليه عن حادثه فتوح ولكن لست متاكد. سالت الاستاذ سامي عبد الراضي على الهوى قال لي وانا ليس لدي معلومه ولست متاكدا. انت طلعت دلوقتي قلت رقم المحضر اقول لك برافو وشابوه واقول لك تمام التمام وانا اسف لكن ما تقولش اعلامي قال. انا استاذك وغصب عنك وكنت تتصل تترجاني عشان ادخلك هوا علشان الناس تعرفك. هو ممكن يكون مش قصده يا بقى تسمع انا عارف بقول ايه. يكون مش قصده. كل يلزم حدوده. طب هقول لك بس على حاجه. لا لو سمحت. لا بقول لك بس على حاجه. ما تقولش اعلامي قال. هقول لك بس على حاجه. وبعد كده لحظه ويقول لك بيجامل زميله في القناه. زميلي ليس محتاج لمجامله وزميلي اعلام كبير وزميلي محترم وبختلف معاه بادب واتفق معاه ان كان على صواب. والاستاذ احمد سالم لا يحتاج لحد يدافع عنه. انا النهارده كنت بتكلم بعد اعتذاره بقول له بعد هذا الاعتذار اطالبك بالاستقاله من نادي الزمالك. انا بقول كلمه الحق لو على رقبتي. ممكن يكون ابو علي مش قصده برضه يا باشا. كلام واضح اهو. ممكن يكون مش قصده. ممكن يكون هو مش هقول لك بس كلام واضح. ممكن يكون هو ابو علي صحفي محترم وشخص كويس جدا. ابو علي شخص محترم وشخص ما فيش فيه خصومه مع حد. ممكن يكون مش قصده. ممكن بعد الهوا كده انت تكلمه او هو يكلمك تشوفه تقربه وجهات النظر الاثنين يا ظبط. انا عايز بس يعني ابو علي سائل على حاجه شاطر جدا يعني لعيب يعني هو ممكن بالشطاره. ممكن يكون مش قصده يا عبد الناصر. ساعدنا ناس كتير وكمان ما يقول كده. يا عم ربنا يخليك وتساعد كل الناس ده حاجه حلوه مش حاجه وحشه. كمان لا يسيء لزميلي في القناه. لا وانت من الناس اللي بتتكلم مع احمد سالم اختلف معاه. هو ابو علي في مشكله بينه وبين استاذ احمد سالم. هو بيقول لك انا بجامل احمد سالم واحمد سالم اتعمل محضر ضده. احنا قلنا قفلنا الموضوع ده لانه في النيابه وربنا يفك كرب الولد واهله ويرحم المتوفى. انت طالع دلوقتي بتتكلم بتقول اصطلحوا وديه كان يجب عليك الا تدخل في ده. هو بس عشان اتشتت. انا عندي كل المعلومات لكن مش هتكلم في ده تاني. لا يا استاذ احمد سالم زميل محترم و احنا بنختلف معاه في معلومات. وانت يعني الحلقه اللي فاتت انت انتقدت استاذ احمد سالم اكتر من مره في المعلومات. في المعلومات لا اسمح لحد انه يقول لك بجامل احمد سالم. لا هو ممكن بس يكون ابو علي بس يعني ايه لا لا خانوا التعبير او خانوا الكلام او في ظروف اللي هو يكبر يكتب الكلام ده. وبعد كده بهيب بكل الزملاء فمعلش يا جماعه انا صعيدي وافهم في الدم. والأهلية قبلت الدية والزمالك اعتذر. اتقوا الله في الميت وفي الواد اللي في السجن. صحيح. كفاية متاجرة. صحيح. محدش يتاجر ومحدش يتاجر. أنا امبارح قلت بعد بيان النيابة العامة اللي يتكلم مغرض. صحيح. صح. أنا عملت تغطية النهاردة على الأحداث. لكن ارحموا الناس. مش لازم يذبحوا. لا يعني هو النهارده هو غلط اي حد معرض. احنا كلنا بنتكلم اي حد معرض. يا باشا النهارده في حادث أبكاني في اسكندرية. الدليفري اللي اندهس على 500 متر وطلع له 2000 موتوسيكل من بتوع الدليفري في مشهد ابكى العالم. وما كانت في مكان حوادث السير لا تنتهي. احنا مشكله عندنا الناس بتزيد كتير لا بيفرقوا بين ميت ولا بين واحد. في مواقف كمان يا محمود حاجه يعني صعبه. في مواقف تتعلق بالانسانيه وبالادميه وبطبيعتنا كمصريين. ما ينفعش تبقى اهلي وزمالك
نو واي. دي حقيقه، دي حقيقه. يعني ما ينفعش لعيب يا باشا، في ناس تتمنى المرض للاعيب اهلاوي او العظيم لعيب اهلاوي، ربنا يحمي. انا بشوف ناس على السوشيال ميديا فرحانه ان فتوح محمود، في ناس بتستغل يعني حاجه صعبه، بتستغل ظروف الناس والمآزم اللي هم فيها الناس والمواقف الصعبه دي وتقعد تتاجر بيها. ما يقولش حد اعلامي قال ممكن يكون مش قصده، انا هكلمه، انا هكلمه في الفاصل. يعني انا احلم من احلام الاهلام، انت على راسنا يا استاذ عبد الناصر. هو وابو علي برضه راجل صحفي محترم وصحفي شاطر مجتهد في مصدره، وتلميذ من تلاميذي غصب عنه. مش مشكله لكم، ايه المشكله ان كنت تلميذ من اما يكون مش صغير، اما يكون تلميذ من تلاميذك مش كبيرة. حاجه ما تقلقش، حاجه تديك انت يعني، وده اخوك الصغير مش اكتر. ماشي اقفل يا باشا الكلام ده، عشا مش اكتر. بس انا اتمنى ان احنا يعني نعدل. لا عيب يا باشا، انا اعلامي فقط ومش عايز ازيد. ممكن يكون مش قصده يا استاذ ناصر، اعلامي وسمسار وحاجات كتير. هو مش قصده يا استاذ ناصر، ولا اريد ان مش هنخش بقى احنا في الكلام ده يا استاذ ناصر. خلي بالك يا استاذ ناصر، مش هنخش بقى.